فاجأت كل من قمر الطائي وياسو تي في الجمهور بظهورهما مع بعض من خلال ستوريهات انستغرام، وهذا جاء من بعد انقطاعهما عن التصوير مع بعض، ومن بعد خلاف بسيط صار بينهم قبل فترة من بعد حادثة تركيا، من بعد ما شاركت ياسو ستوري عتبت من خلاله الأشخاص اللي ما توقفوا عن مشاركة الصور والفيديوهات بهذيك الفترة حدادا على اللي صار، واللي من بينهم كانت قمر الطائي. فهالخلاف بلش بعملهم لأنفولو لبعض ومسح كل الصور والفيديوهات اللي جمعتهم ببعض سابقا، لنرجع نشوفهم من جديد مع بعض من خلال هالستوريهات اللي شاركوها مبارحة ليعلنوا عن نهاية الخلاف اللي كان بينهم. وبنفس الوقت ففي مشكلة بين قمر الطائي وبيسان إسماعيل وسارة مهند، حيث هاجمت كل من بيسان وسارة قمر الطائي من خلال بث مباشر ووصفوها من خلاله بالغيورة. ثواني عم يسألوكي شو مشكلتك مع شو؟ خلص انسي لا تردي يا جماعة، نحن أنا وسارة ما عندنا مشاكل مع حدا والله. مين قمر الطائي؟ من متى عندي مشاكل معاها؟ ما تجيبي اسمها، شوف ما أشوفها حتى أتضارب معاها. خلاص مو متضاربين مع حدا، خلص أحياناً، لأنه أحياناً الغيرة بتسبب كثير مشاكل، سو الله يعين كل حدا بغار، لأنه اللي بغار ما عنده ثقة بنفسه. فالغيرة والحسد بتسبب النجاح لغيرك، هذا كثير مش حلو. خايفة أشارك أني الحقيقة والله ما عندي مشاكل معها أبدا، وبالعكس أشوفها طيبة، بس ما أدري ليه دخلت إنستغرام شفتها سويت لي بلوك. والله ما أدري البنت، حتى تواصل ما نتواصل، فجأة بلكتني الله يهديها ويفتحها. لا ترد قمر عليهم من خلال بث مباشر أيضا وتتهمهم بالتقليد وعديمية الشخصية. أكو اثنين، تمام، أكو اثنين بنات. فما شاء الله يعني بنات ما عاد السالفة يريدون يجيبون فيوز مالتهم اللايف، لأنه حتى يستفادون، لأنه إذا جابوا فيوز بهذاك اللايف مالتهم حيستفادون. فحارة وشي طلعوا سالفة، طلعوا سالفة، خلنا طلع سالفة قمر. طبعا أنا ما دحتي اللهم لمحوا، لا جابوا اسمي على دي. فخطية البنات ما عاد المحتوى ولا عاد السالفة، نازلين يجيبون اسمي يحكون عليها حكي غريب، واحد يقول أنا ما شايفتها أصلا، الثاني تقول غيرة، ثاني شنو. فأنتوا كلكم تعرفون على المدى أحكي، عرفناهم عارفين أنا ليش أحبكم، لا تفتهموني. من اللي يقلد منه ومن اللي يركض ورا الثاني، وأي شيء أسوي وأي مكان أدخله وأي أحد يتعاقد وياه من بده يجي ورايا، من بده يقلد تصرفاتي، من بده يسوي ده ينسخ كل شيء، كل شيء أنا أسويه كوبي بيست. تجي تقولي أنا غيرانة؟ لا، على الأقل الحمد لله حبيبتي، على الأقل عندي شخصية، على الأقل عندي شخصيتي بالسوشيال ميديا، عندي اسمي، بعمري ما قلدت أحد، والله كل بنات السوشيال ميديا أحبهم، كل بنات السوشيال ميديا أحبهم وأتمناهم الخير، حتى اللي عندي مشكلة وياها أو اللي بيناتنا تاتش ما أتمناها إلا كل خير. فشو رأيكم بالصلح ياسو وقمر وخلاف قمر وسارة وبيسان؟ شاركونا رأيكم تحت بخانة التعليقات.